متنزه سيرينجيتي الوطنية في تنزانيا يضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية، ومن بينها الأسود التي تعد من أبرز المفترسات في المتنزه. يقدر عدد الأسود في سيرينجيتي بين 3000 و 3500 أسد، مما يجعلها واحدة من أكبر تجمعات الأسود في أفريقيا. أجب عن السؤال في التعليق وأكمل الحلقة. كم تدوم فترة حمل اللبوءة؟ 6 أشهر، 9 أشهر، 3 أشهر ونصف؟ الجواب الصحيح هو 3 أشهر ونصف. الأسود في سيرينجيتي تعيش في مجموعات تعرف بالقطعان، وتتكون هذه القطعان عادة من إناث الأسد وأشبالها وعدد قليل من الذكور. تتميز الأسود بأنها حيوانات اجتماعية، وتعتمد في بقائها على الصيد الجماعي والحماية المتبادلة. الأسود تقضي معظم وقتها في الراحة، وتنشط بشكل أساسي خلال الليل أو في الصباح الباكر والمساء عندما تكون درجات الحرارة أقل. الأسود في سيرينجيتي تتغذى بشكل رئيسي على الحيوانات العاشبة مثل الحمار الوحشي والغزلان، وتعرف هذه المنطقة بكونها مسرحا لأحد أكبر الهجرات البرية في العالم، حيث تتبع الأسود القطعان المهاجرة للحصول على الغذاء. تواجه الأسود في سيرينجيتي تحديات عديدة، بما في ذلك الصراعات مع الحيوانات المفترسة الأخرى مثل الضباع والفهود، وكذلك التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية مثل الصيد غير القانوني وفقدان المواطن الطبيعية. ومع ذلك يعد متنزه سيرينجيتي الوطني مثالا رائعا لجهود الحفاظ على الحياة البرية، حيث يتم حماية هذه الأسود ومواطنها بفضل الإدارة الفعالة والتزام الحكومة التنزانية بالحفاظ على هذا الإرث الطبيعي.